فير بلاي في اخر جزء من حصتنا اليوم. اكيد ستاف تكنيك جديد في السي بي بعد ما سمعت من السكول بتاعين قيس العقوب، اكيد مساعد لي ايضا جديد في السي بي، لاعب سابق للسي بي، لاعب سابق الترجي كريم التويتي معنا بالتليفون. كريم باش نحكيو معاه على تجربته الجديده هذه. كريم اهلا بك. عسلامة، مرحبا بك اسلام ومرحبا بمستمعي اذاعة اكسبريس اف ام الكل. مرحبا يا خويا، شنو احوالك؟ شنو الامور؟ صعيبة؟ مديدة على الظهور؟ لا والله اسلام، هي تقول تنجم تقول هي عودة، يعني انا عملاول كنت بديت في الستاف تكنيك نتاع نادي البنزرتي مع سي الحدوسي. ومن بعد وقت اللي مشى سي الحدوسي مسكت الفريق انا وزياد العروسي الفترة الأولى قبل ما يجي سي قيس يعقوب، وبعد انسحبت انا من المهمة وسمعت سلبية رئيس النادي وعبد السلام وقال لي معناتها باش ترجع وكل شيء، وهذا بصراحة معناتها فريق والواحد ما نجمش يقول لا، وفي أي موقع يلزم يعاون، وإن شاء الله معناتها نجموا نعاونوا سي قيس باللي نقدروا إن شاء الله تكون معناتها الموسم هذا معناتها تعرف تعبنا برشا في الفاز روتور والآخر جورنين، إن شاء الله ما نتعداوش بالأمور هذيا. الوضعية ما يستاهلة لكن إن شاء الله ما هيش مستحيل. علاش خرجت وعلاش رجعت كريم؟ والله شوف، عمناه واللي خرجت لأسباب كنت خاطر باش نعاود نرجع مرة أخرى للكويت، كما تعرف أنا كنت ندرب في نادي القادسية الكويتي. جاني العرض بعد بالكوفيد والطيران دونك ما نجمتش نرجع. ولا على هيك هو السبب. من بعد جيت ستاف أخرين خدمة سيادية ما نجمتش أنا نكون فيهم موجود. كي رجع كلمني رئيس النادي مره اخرى ما غير تردد قلت نرجع ونساهم باللي نجم. حكيت مع قيس اليعقوبي، معناها كيفاش تواصل بيناتكم؟ والله حكيت انا سي قيس كان مرحب هو زاد بالفكره اني نكون موجود مع ستاف داير ستاف، وهو بيدو قعد اللي تضاف مع ستاف اللي كان موجود مع سي العربي. حكيت انا وسي قيس الكره سافا متعدي، انا يحصل لي الشرف نخدم مع اسم كبير كما قيس يعقوبي، واحد زاد من زلجان يتعلم وكل شيء، وان شاء الله نجموا نقدموا الاضافه معاه. شنو من الاهداف رسمتوها كريم؟ مانتيان معناها مش تبعدوا على الغسره نتاع عمناول هكا حسب ما فهمت من كلامك؟ والله صحيح، باش نكونوا كلير وباش الناس الكل تعرف، يعني احنا اعطينا المانتيان وكون معناتها في اقرب وقت وباش نقعدوا على الاقل نلعبوا مرتاحين، يزي من اللي عملناه ومن اللي قاسه الجمهور واللي قاسته الناس الكل، فهمت؟ الوضعيه مش سهله، اقرب واحد لنا 5 بوان معناتها غدوه ماتش ديسيزيف، تنجم تقول ديسيزيف خاطر في بلادك يلزمك 3 بوان، عندك من بعد ماتش نهار الاحد كيف كيف في بلادك سيت ان افونتاج لينا، لازمنا لي 6 بوان هذوما ناخذوهم باش نقعدوا نلعبوا على الاقل نخرجوا شويه من الوضعيه هيك ونبداو نلعبوا مرتاحين. اما تعرف كلمة فهمني اكيد انت اقرب، جمهور السي بي عينه كبيره، هل الوضعيه شايفها في الجمعيه نتاعو؟ ما تسعدش حتى حد. صحيح، لازمنا زاد نكونوا واقعيين اسلام خويا، انت الديبار اللي عملناه ديبار خايب برشا. دونك توا قاعدين تحاول تريكوبيري وتحاول تصلح، جيت العربي عمل خدمه كبيره الحقيقه، من بعد ما تبعتش النتائج. صار التغيير ان شاء الله تتبع النتائج ويلزمها تتبع النتائج خاطر الوضعيه ماهيش سهله يعني. كستاف تكنيك جديد، شنو الميساج عطيتو للاعبيه؟ على شنو ركزتوا كريم في الانطلاقه نتاعكم؟ والله اكثر حاجه هي معناتها لا موتيفاسيون والكلام البوزيتيف اكثر للاعبين، اللي خاطر فما سيتان جروب جون اخويا اسلام، في بوكو جون اللي ما همش مالفين بالسيتياسيون الصعاب هذوما، لازمهم خدمه سور لو بلون بسيكولوجيك اكثر منه راهو تكنيكو تكتيك والا فيزيك والا حاجه، دونك هي تاطير وخدمه اكثر على المستوى الذهني باش يخرجوا كل الاولاد من الفرستراسيون اللي كانوا فيها ويعطيو كل ما عندهم، دي جون بلان دو كاليتي ما ماناش قاعدين نستغلوا فيهم، مش قاعدين يعطيو في كل شيء، فهمت؟ دونك احنا باش نحاولوا نخرجوهم من الوضعيه هذيك. تحب ولا تكره النتائج هي اللي تحكم، لازم فيكتوار باش يصير الديكليك وتبدا ان شاء الله الماكينه نتاع سي بي تمشي. ان شاء الله اكيد هذا نتمناوه الناس الكل، باش نبداو نشوفوا البصمه نتاعكم من غدوه ان شاء الله، باش تكون فما تغييرات في التشكيله بالمقارنه مع اللي كان تلعبه. والله باش تكون فما تغييرات كبيره فيو لي فيكتيف ريدوي، معناتها ما عندناش برشا معناتها اختيارات.
احنا مازلنا لحد الان بصراحه ما ظهرناش في التشكيله 100%، حاضره التشكيله 80-85%، لكن مازال في بورس، مازال لونترينور قاعد يخمم شكون باش يلعب وشكون ما يلعبش. المدربين الجدد كريم مش باش يكونوا موجودين، ها؟ معناتها ما تعملش تأهيلهم. لحد اللحظه هذه اسلام، لحد اللحظه هذه ما همش باش يكونوا كاليفيه. من هنا لغدا نجم يتبدل كل شيء، معناها نجم يخلط حسني، نجم يخلط الفريوي، نجم يخلط حليم الدراجي، ان شاء الله معناها نتمنى واحنا شيء. فما امكانيه معناها؟ والله يقولوا فما امكانيه باش يعملوا محاولات، ان شاء الله تخطف معناها، سينو اللي حاضر الزازي واللي موجودين ان شاء الله باش يقوموا بدورهم على احسن ما يرام ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك الصحة كريم، بالتوفيق إن شاء الله. نخليك عاش، كان عندك ميساج للحبايب السيابية أكيد. والله نحبهم الناس الكل يتلفوا على الفريق هذايا، ونعرف اللي تعبت جمهور نادي البنزرتي، تعب من الخسارات وتعب معناها من الأزمات. إن شاء الله نحاولوا نعملوا كل شيء باش نقفوا نعاودوا نقفوا على ساقينا ونحاولوا نفرحوهم إن شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك كريم التويتي، مدرب مساعد القيس العقوبي في السيابية، تجربة جديدة قديمة العائد كريم التويتي. خلينا نقولوا قبل ما نكملوا، هات نذكركم نتائج لحد الآن والتوقيت في مختلف الملاعب. حاليا الكلوب تعدل في الدقيقة 65 من المقابلة، هدف من صابر الخليفة تقريبا 5 دقائق بعد إقحامه يعدل النتيجة للكلوب، بعد ما كان بادر مستقبل الرجيش بالتهديف في المقابلة هذه بواسطة اللاعب مروان السعيدي في الدقيقة 55. دونك صابر الخليفة يعدل في توقيت 65 دقيقة لعب، 1-1 لحد الآن. المقابلة الأولى المتلوي في ساعة في 60 دقيقة لعب متعادل مع النجم الساحلي دون أهداف، وكذلك جي اس كا في 65 دقيقة لعب متعادل أيضا مع الأولمبي الباجي دون أهداف أيضا. دونك هكا نكملوا فير بلاي اليوم، غدوة يجيكم في نفس التوقيت مع ساعتين إن شاء الله. أنيس السحباني شكرا، منال سيسي في الإخراج، تقوى المديوني في الإخراج الرقمي، ومحمد بالسعيد أيضا شكرا لكم، أجمل تحيات إسلام.